السلام عليكم عشاق جلاب الحرة عند وديع البزيوي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذه الاميره، اللهم بارك، حبه قريصه ممتازه تبارك الله، سفيفه جوزه اللهم بارك، لعقيده بلدين. خدمنا ليه السفيفه في الكم، بغاه هو في الكم، انا تبارك الله، للاخ سيدي محمد من مدينه شيشاوه. الناس ديال شيشاوه الله يعمرها دار وعشاقه وكيبغيو يلبسوا، انا تبارك الله الابداع، خماسي حتى القاع. هذه راه قريصه بلديه، خدمه هذا المنسج، انا الخدمه في القب تبارك الله اللهم بارك. نشوفوا التوب ديالها، التوب راه نازل تبارك الله، نديروها في لومبالاج، خدمنا ليها بالخرات تبارك الله اللهم بارك. نفتح في لكم، نديروها في لومبالاج ونصيفطوها لك لمدينة شيشاوه باش تحضر المناسبة اللي عندك في هاد اليومين ان شاء الله كيف ما طلبتي. القريصة راه لباسة نخوية، الحبة كتجي طايحة ونازلة تبارك الله. شوفوا اللهم بارك، الكفافة اللهم بارك، الإبداع ديال المعلم، ماسي حتى اللقاء. بصحة والراحة الأخ محمد، وتحياتي لكم، واللي بغى شي حاجة اللي بغى بحال هاي يدوز لكم يتواصل معنا. السيدة دار صيفط لنا العبار راسو، شد جلابية، برافو عليه، شد جلابية وقيز داك الشيء مزيان. والملاحظة اللي بغا، كانت عنده واحد جلابية كتجي شوية قصيرة في الكم، بغا يزيد واحد جوج سنتيم في الكم، زدناهم ليه، يعني الإنسان كيدير شوية المجهود وكربي كيسر ليه. كما كتشوفوا اللهم بارك، تحياتي لكم، وبارطاجيو هذا الفيديو. خوكم وديع البزيوي، قبلوا على التصوير. هذه الشخمه الوزانيه الحره اللهم بارك، انا تبارك الله. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، وديروا بارطاج لهذا الفيديو، شكرا.